السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نورد اكس جيمنج. والنهاردة يا جماعة هنلعب لعبة كورة جديدة اسمها فوتبول. ثانية واحدة. اللعبة يا جماعة اسمها فوتبول 2023. فالنهاردة يا جماعة اللعبة دي عايز اقول لكم ان اللعبة دي تقييمي ليها 10 من 10 من حيث الفرق، من حيث الفرق يا جماعة 10 من 10. لكن الجرافيك بصراحة يعني جرافيك وحش جدا يعني، بس احنا برضو يا جماعة هنلعب النهاردة. النهاردة يا جماعة بإذن الله هيبقى من أمتع فيديوهات كرة القدم اللي احنا عملناها على الإطلاق. عايز أقول لكم حاجة يا جماعة، طبعا يا جماعة السحبة الطويلة اللي أنا سحبتها دي معلش، بس كان في مشاكل في النت فما عرفتش أعمل فيديوهات وأنزلها. وجماعة كمان عايز اشكركم وعايز اقول لكم شكرا جدا 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 لدعمكم الخرافي للفيديوهات الشورتس اللي انا نزلتها من الفترة اللي فاتت. طبعا بعد ما النت جه انا قعدت انزل فيديوهات شورتس، فجماعة انتوا بتجيبوا مشاهدات. وكمان انا جماعة كنت اخر مرة اقفل القناة 10، فتحت لقيتها 18. فجماعة فاضل لنا 2 سبسكرايبرز بس ونبقى 20 مشترك. فكله يا جماعة ينزل يدوس زرار الاشتراك ويفعل الجرس بسرعة، عشان خلاص فاضل لنا 2 سبسكرايبرز بس. اوكي، فجماعة عايز اقول لكم شكرا جدا 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 لدعمكم ده. النهاردة بقى يا جماعة هنلعب بفرقة عربية ومصرية وفازت باللقب 11 بدوري ابطال افريقيا، الا وهو فريق، وانا بصراحة يا جماعة مش هكذب عليك، وانا بصراحة اهلاوي. يعني ايه، انا مش زملكاوي خالص، انا اهلاوي. فللأسف يا جماعة مفيش الزمالك هنا، انا لو كان في الزمالك هنا كنت هلعب بالاهلي ضد الزمالك، كنت ههزم الزمالك يا جماعة، عشان اصلا مش زملكاوي. فيا جماعة النهاردة هنلعب بالاهلي ضد من اعظم برضو الفرق يا جماعة في اسبانيا. فايه ممكن انتوا تبقوا عرفتوها، وهو المرينجي ريال مدريد. النهاردة يا جماعة هنلعب بالاهلي ضد ريال مدريد، الماتش هيبقى صعب جدا جدا جدا، فيا جماعة عايزين نخلي بالنا. فاوكي يلا بينا، ويلا بينا نبدأ. اوكي يا جماعة النهاردة يا جماعة هننتقم من ريال مدريد بإذن الله، وهنهزمها زي ما هزمتنا في كأس العالم. عندنا طبعا هنا يا جماعه اللعيبه، عندنا مثلا شريف وعبد القادر وتاو واكرم توفيق. بس يا جماعه بصوا طاقه اللعيبه مثلا عندنا هنا 75 79، انما بصوا يا جماعه طاقه لعيبه ريال مدريد تقدر تغير، يعني لو عايز تشوف فريق الخصم من هنا. بصوا يا جماعه 92 85، يعني يا جماعه ما نزل، يعني اخر حاجه عندهم يا جماعه 78، واحنا اخر حاجه عندنا هنا ال 71. يا جماعه عايزين نخلي بالنا كتير عشان ريال مدريد مش اي فرقه، وباذن الله يا جماعه هنهزمها. عايزين نحط ديانج بدل اكرم توفيق، بس كده كويس. عندنا ده حسام حسن، هو تقريبا حسام حسن طلع اعاره تقريبا يعني. وعندنا ملك الحلول علي معلول، وعندنا شريف وعبد القادر وتاو وعبد المنعم. عبد المنعم عايز اقول لكم يا جماعه ان انا بحب عبد المنعم جدا، هو اللي خلانا نفوز بدوري ابطال افريقيا لقب ال11. عبد المنعم. وعندنا رامي ربيعه، وعندنا اكرم كريم فؤاد والشناوي. يا جماعه انا عايز احط بدل كريم فؤاد عايزين نحط ياسر ابراهيم، بس كده. ويلا بينا يا جماعة نبدأ الماتش ضد ريال مدريد. واقول لكم يا جماعة اعدادات تعملوها عشان يبقى نفس الجيم بلاي عندكم كده. اوكي اهو يا جماعة، بصوا انتوا اول ما بتبدأوا ماتش بيبقى ايه، بيبقى معمول كده، وكمان الرادار ما بيبقاش موجود، فالشكل بيبقى كده. فيا جماعة عشان تبقوا عاملين زي الجيم بلاي اللي انا بلعب بيه دلوقتي، فهتخشوا على الاعدادات بعدين ترفعوا، هي دي هتبقى نازلة كده، ارفعوها على اخر مستوى، وهنا الرادار هيبقى معمول على ايقاف، فدوسوا تفعيل
وبس كده يا جماعة، وكده بقيته زي الجيم بلاي بالظبط. ثانية واحدة يا جماعة، ثانية معلش تقريبا، معلش يا جماعة، انتوا تنزلوها على الاخر، نزلوها على الاخر مش ترفعوها على الاخر. وبس كده يا جماعة عشان يبقى الجيم بلاي عندكم بالشكل ده. اوكي خلونا بقى نبدأ الماتش. ادي كرة هنا كده عند عرضية بديانج، بس ميليتاو يا جماعة، وادي هنا كده ركنية، يلا بينا نوصل. اوكي يلا يا معلول يا ملك الحلول، الله يا معلول. اوكي رودريجو يا جماعة. اوكي هنا الكرة عند روديجر لبنزيما. اوكي يا جماعة احنا صعب نقطع الكرة من اللعيبة. اوكي يا جماعة ديانج بيعفر عشان يقطعها من فينيسيوس. اوكي يلا 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 ياسر ابراهيم، برافو برافو ياسر ابراهيم، يلا لا لا ياسر ابراهيم مررها اقوى من اللزوم. اوكي يا جماعه ده ديفيد الابا، وهنا فينيسيوس، يلا يا عبد المنعم، الله عبد المنعم، الله عليك يا عبد المنعم، وكمان مفيش فاول يعني يا جماعه، قطعها عبد المنعم، قطعها من غير فاول. وجماعه والله شكلهم هيجيبوا جول بتوني كروس، توني كروس، اوه يا جماعه لمست الشبكه، لمستها هي، لمست الشبكه بس ما دخلتش جواها. يا جماعه باذن الله احنا هنعمل سلسله في اللعبه دي، الاهلي هيهزم كل الفرق الاوروبيه العالميه يا جماعه، مش ريال مدريد بس، باذن الله هيبقى في برشلونه وبايرن ميونخ وبروسيا دورتموند وباريس. اوكي هنا الكره عند تاو، يلا يا تاو، والتمريره ما ظبطتش يا جماعه، برضو الحارس بتاع ريال مدريد مش سهل يعني، ممكن حتى لو عدينا من الفريق كله وجينا نشوط مش هيدخل جول بسهوله، ده كورتوا يا جماعة. اوكي بس احنا عندنا نسخة منه اهي افريقيا، وهي الشناوي. اوكي يلا يلا يا عبد القادر، يا عبد القادر استلمها كويس. اوكي قطعها من روديجر، عبد القادر قطعها، اوه يا شريف يا جماعة، محمد شريف دخل فيه كوبري من ميليتاو، يلا هنا، ايوه ادي هنا، لا بقى يلا يلا اجري يا شريف، شريف 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 المخيف يا جماعة، يسجل الهدف الأول للأهلي. هو يا جماعة الأهلي بيبقى مكتوب القاهرة، ودي هنا بيعمل احتفالية كريستيانو تقريبا. يا جماعة اللعبة دي أنا نزلت لكم عليها فيديوهات من زمان، كان مثلا كان أول فيديو عن اللعبة هدف هالاند، وبعدين هدف بنزيما، وبعدين هدف محمد صلاح، والأهداف دي كلها هي برضو يا جماعة نفس اللعبة. فانا قلت لا هي فيها الاهلي بقى، لازم نلعب ماتش بقى، لازم نلعب ماتش. اوكي ويا جماعه اللعبه ما كانتش لسه كريستيانو اتنقل للنصر، هو النصر موجود لكن كريستيانو كانش لسه اتنقل. وادي هنا مودريتش يا جماعه، عايز اقول لكم حاجه عشان دليل بس عشان الجرافيك هو وحش، تخيلوا يا جماعه المودريتش في ريال مدريد اكتر حد عنده شعر يبقى قرعة، وانتم متخيلين متخيلين مودريتش يبقى قرع؟ هو الجرافيك بصراحة سيء في اللعبة دي، بس يلا بنلعبها وبرضه بنسجل فيها كويل، والجيم بلاي نوعا ما. اوكي مفيش اوف سايد، خلاص فاضل 3 دقايق وقت بدل ضايع، يلا يا شريف يلا يا شريف يلا يا شريف يلا بقى، اوه ماي جاد اوه ماي جاد، على اخر هجمة، يا نهار ابيض ازاي تضيع، ازاي تضيع يا جماعه، خبطت في العارضه، بس والله كان دي اخطر هجمه. كده يا جماعه عندنا هنا سافيو، ننزله بدل عبد القادر، ممكن ينفع. اوكي خلاص نزل بدل عبد القادر، وعندنا هنا مين، عندنا هو فين قفشه يا جماعه، ثانيه واحده ممكن نلاقيه قفشه، بس اظن تقريبا قفشه مش موجود. يا جماعة تقريبا قفشة مش موجود اهو، لا قفشة اهو، ننزله يا جماعة ثانية واحدة، قفشة طاقته 76 كويس، ننزله بدل عمرو السولية او ننزله بدل فكري، ده انا معرفش مين فكري ده، بس كده يا جماعة. اوكي يا جماعة قفشة اهو، بس كده. اوكي كده يا جماعة نزلنا البطلاء سافيو قفشة. كده يا جماعة بدأنا في الشوط التاني من ماتش الاهلي والمرينجي. يا جماعة بصوا دول
يعني ده ريال مدريد افريقيا، وريال مدريد اللي هو الاصلي بقى اللي هو بتاع اوروبا، يعني ملوك بيلعبوا قدام بعض. ما تقوليش بقى برشلونة باريس سان جيرمان، ما تقوليش دول هم الملوك الحقيقيين يا جماعة، الاهلي وريال مدريد. اوكي يلا يا ديانج، يلا يا ديانج. اوكي بيرسيتاو ليه، شريف، شريف لعمر السولية، لعبد القادر، عبد القادر، عبد القادر يا جماعة سجل هدف خرافي يا جماعة في حرس الحدود تقريبا كان امبارح او اول امبارح. يلا يا عبد القادر، اوكي مفيش فاول، يلا يا بيرسي تاو، يا لهوي بقى على يلا يلا يا بيرسي، يلا يا بيرسي، لا 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 حرام بقى على الاهداف اللي قاعدة تضيع يا ربي. في ايه يا جماعة، الكرة مش عايزة تدخل الشبكة يا ربي على الاهداف، ايه ده، اعمل ايه تاني يا جماعة؟ البدلاء فكري ده، احنا اصلا مش عايزينه. انا فكري ده يا جماعة مش انا هحوله، هحول اسمه للكندوسي، يعني انا معرفش مين فكري ده. بصوا يا جماعة انا هحول اسمه للكندوسي، بس اقول لكم ازاي تحولوا اسمه، يعني تحولوا اسم اللاعب بعد الماتش بإذن الله. يلا عمرو السولي، اوكي يلا يا ديانج، ديانج وديفيد، ديانج وديفيد، اوكي يلا يا ديانج، عدي من ديفيد ألابا، عدى عدى وفات، يلا يا ديانج. اوه ضاعت يا جماعة، ضاع يا جماعة الهدف برضه يا جماعة، كان على وشك انه يدخل الهدف من ديانج. اوكي ركلة مرمى للريال مدريد يشوطها كورتوا، يلا يا معلول، اوكي لسافيو، اوكي خبطت في مودريتش جات لكارفاغال. اوكي يا جماعة بإذن الله يا جماعة في العيد هيبقى فيه فيديوهات عن لعبة كرة قدم اسمها توتال فوتبول. اوكي هنا الهجمة عند شريف، شريف شريف الهدف الثاني، لا كورتوا يصدها، كورتوا يصدها، وهيبقى يا جماعة فيه يعني ألعاب تانية غير الكورة، يعني غير توتال فوتبول يعني. اوكي وادي هنا عندنا بيرسي تاو يقطعها من توني كروس، بيرسي بيرسي تاو، بيرسي تاو. اوكي يا جماعه المفروض كان احط رقصه بيرسي تاو، بس هو بيعمل احتفاليه هالاند يا جماعه. بيرسي تاو يا جماعه هدف خرافي، ده شاطها يا جماعه بكعب رجله لو لاحظت، بصوا 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 التسديده عامله ازاي. اوكي يا جماعه دي كانت برضو ممكن ما تبقاش هدف، خبطت في العارضه في الاول خالص. اوكي يلا يا عبد المنعم، عبد المنعم يا جماعه على فكره عبد المنعم يعني من احسن لعيبه الاهلي ومن احسن مدافعين الاهلي. ودي هنا تسديده من شريف كان ما يجيبهاش. بصوا يا جماعه عبد المنعم اي حد من زمايله، يعني اي حد من زمايله من الخصم بيضايقه بيبقى زي راموس كده، عارفين راموس لما حد كان بيعتدي مثلا على كريستيانو ولا حاجه، هو كده حتى كان بيضرب روديجر لاعب ريال مدريد، كان بيضرب روديجر في الحقيقه بقى يا جماعه في نص النهائي، كان بيضرب روديجر. اوكي يا جماعه تسلل الاوفسايد، كان بيضربه يا جماعه، كان قاعد يزق في روديجر، روديجر المدافع. اوكي كارفاغال يلا يا قفشه، حلو يطلعها لتاو لشريف، يلا يلا. اوكي عدى من روديجر، عدى من روديجر، يلا يا شريف، يلا يا شريف، يلا يا شريف. اوكي 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 يلا يا ديانج. اوكي الماتش خلص، الماتش خلص يا جماعة بنتيجة 2-0 يا جماعة. فيا جماعة عايزة اوريكم بقى ازاي تغيروا الاسامي، يعني فثانية واحدة. اوكي يا جماعة ثانية واحدة عشان انا هعيد الماتش مش هلعبه، انا بس هوريكم ازاي تغيروه. اوكي هتيجوا هنا عند التشكيلة الأساسية، بعدين هتلاقوا الأيقونة دي تغيير لاعب، مثلا أنا عايز أخلي فكري ده كندوسي، هنروح دايسين على علامة القلم دي ونخليه كندوسي أهو. ثانية واحدة بس، الكي ثانية واحدة، أنا مش بعرف أكتب بسرعة يا جماعة. أهو كندوسي، اوكي كده خلاص كتبنا الاسم كده يا جماعه، بقى اسمه كندوسي خلاص ما بقاش فكري خالص. اوكي يا جماعه كده خلاص خلصنا الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويا جماعه باذن الله هنشوف بعض في فيديوهات تانية، ويلا سلام.